لساتك بدك تروح مع سعيد اليوم؟ طيب ما بدنا نروح نشوف انا المخلوقة؟ ما بنصحك. ليش؟ يعني البنت اللي منقي لك ياها سعيد ما بتلايمك يا سهيل. ليه؟ في حواليها مسموعيات. مسموعيات؟ انت شو معرفين؟ يعني صار معرفة على اكثر من 10 ولا واحد فيهم ضباط. طيب ما عرفتيني ليش ولا واحد منهم ضباط؟ الله اعلم، بيرافقوها شهرين وبيتركوها. سناء ارجوكي سناء، احكي بشكل واضح، ما عم بفهم عليكي. لا حول ولا قوة الا بالله، اخي بصراحة البنت سهلة المنال ولقوت شد ايدك ومسروعة وما بتنحوى ببيوت وما في واحد عم يرضى يضبها. سهلة المنال وما بتنحوى ببيوت وما في واحد عم هي مواهب فظيعة. طيب يا سناء، بجوز هي يعني بجوز هي القصص كلها يعني شلون بدي اقول لك اشاعات، لانه الناس عدم المؤاخذة عندنا هون بتألف كثير بتلعي. لا لا مو اشاعات، انا عم اقول لك من مصدر موثوق. يا سهيل ما بتثق فيني؟ سهيل خير افتكار؟ سناء آسف سناء ذلت لسان، بس كنت هيك كنت سرحان. بسيطة ولا يهمك. سهيل شو رأيك نقوم هيك نشرب لنا فنجان قهوة برا نمشي؟ ما بحسن، خلينا نشربها هون بالمكتب، منناديله ليونيك بجيب لنا اياها للقهوة لهون احسن، لانه هلا سعيد بده يجي وياخذني لبرا. لو بده يجي كان اجا. ما بصير ما يجي، سعيد وعدني عازمني على الغدا بده ياخذني معه. ايه قوم انا بعزمك على الغدا. لك يا عيني يا روحي يا بالمناسبة سمعان غنية نجوى كرم روح 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 روحي؟ لا سمعان تبع حط اصحابك بالغربات اصحابك لو بتغلب لهون. ايش عم تكمل لي اياها كلها؟ لك لا مو هيك قصدي، بس انا قصدي انه هي الفرصة هي الفرصة الوحيدة بقى الأخيرة بحياتي بجوز تكون، ما بعرف، خلينا نشوف المخلوقة. إيه حتى 60 جهنم إذا من هلأ بدها تتحكم فيك، عمرينا تصطفل في مليون واحدة بتتمناك إلك أنت. معلش بركي أنا هيك هلأ مرة يعني نحت وشفتها هيك وأعجبت فيني وأعجبت فيها ومفكت عائلتي بقى. لا سعيد ما بيجي من ورا غير الوخم وما بيهدي غير على الوخم، ما لقيت تفك عائلتك إلا عن طريقه سهيل. وعدته روح لعنده خلص، ما عاد بقدر، ما عاد في فكة. يعني بس روحها؟ مو ناوي شي بعدين مشان نهله؟ إذا طلعت وخم مثل ما عم بتقولي، لا ما بساوي شي، بضلني عذابي بقى أحسن. شو ما عندك ثقة بكلامي؟ لو ما كانت وخم ما كنت قلت لك شو أنا بدي أجيب الكلام من عندي؟ طيب خلص ماشي منشوف. لك صارت الساعة 2:15، لو كان بده يجي كان إجا يا سهيل. مو ربع ساعة، 2:05. وربع، لو بيحترمك ما كان تأخر لهلا، بعدين المتعارف عليه بروتوكوليا إنه اللي بيعزم الثاني على الغداء بيجي لعنده قبل الغداء مو بعد الغداء. مضبوط فهمتني بس. لك هلا يلا. ماشي خلص، مثل ما بدك، بنروح بنشرب قهوة بشي محل. قهوة؟ مفكرني مثل سعيد أنا ما بحترمك أو مو شايلتك من أرضك؟ إيه والله مالي عازم تغير على الغداء. ماشي بس نستنانا 5 لك امشي. سهيل شو أطيب أكلة أنت بالنسبة إلك؟ أنا ما بتفرق معي، هلأ منشوف شو في بالمطعم ومنطلب. لا يا هلأ أول ما بنفوت على المطعم بتسأل على الأكلة اللي بتحبها، إذا ما لقيناها بنغير المطعم، ما لنا مضطرين معنا وقت كتير. ما مشكلة خلص منشوف شو في عندهم ومناكل خلص. لك أنت إذا بدك لبن العصفور لازم نروح على المطعم اللي فيه لبن العصفور. ها الله يجيب لي محبي يونيتشي. الله يخليك أبو طارق. صار عمرك شو غليظ، تحبك عقربة بسبع روس وعشر ذناب، مو معقول هالناس، مو معقول كل ما بيشوفوا اثنين واقفين بفسروها تفاسير وما تفاسير، ما بيفهموا انه العلاقة اخوية. ايش الاسانسير؟ امشي. هلا مهلا
سمر له الباب. بس هون قطعين. الله لا كان جاب الغلا. لا تواخذوني، بس صاير حادث عند محطة الحجاز، مقطوع الطريق من قدامه ومن وراه. يلا سهيل يلا. أنا بدي أمشي معه، بدك شيء ثنا؟ لا سلامتك، مع السلامة. تعي وطلي. لا شكرا معلش، بدي روح على البيت. إذا بدك روحي معنا. ما بدي روح معكم يا أخي، جاي على بالي أتمشى. أنا بقنع ثناء، خلينا نوصلك على البيت. ما بدي، جاي على بالي أتمشى، ما سمعتني. هلا حدا بيا ثناء بيتمشى هلا بطقت هالجوم. أنت أخو من رأي شيء، أنا جاي على بالي أتمشى. خلينا نمشي بقى، نمشي مثل ما بدك، بكره بنتغدى. بكره. سلام ثناء. مع السلامة. باي باي. شايفته انا شي مرة؟ انا ما عم اتذكر شكله منيح، يمكن شايفته يا مرتين يا ثلاثة، بس على حكي سعيد شاب ألمعي، طول وعرض واحلى شي فيه منطقه. طيب خبرتوه انه جاي لهون مشان يتعرف علي ولا بكون خلوها صدفة؟ لا يو، مثل ما خبرناكي خبرنا، معقولة يعني؟ طيب شمي لي هالريحة اللي حاططها حلوة؟ ممتازة، معقولة انت تحطي شو من كان؟ وطقه، شو رأيك فيه؟ حلو حلو، مثل عرق الزنبق، خزيت العين. طيب اقولك ما كان لازم البس قصار؟ لا يو، شو قصار؟ غطي غطي، خليهم مسترين. يعني قلت بغرز جمالي مشان اعجبه، خايفه يكون ما بيحب هيك. حاجه نهلا، مين هو لحتى يتعنطط؟ شايفة الموظف، كتر خيرك اذا رضيتي فيه. امشي معي على الصالون، قربوا يجوا لانه. معني خلاص، انت سبقني هلا انا بالحق. ليش لحتى اسبقك؟ ما حلوه تفوت مجموعه ايدي فاضيه، لا جنب هيك ما تفوت. تعال الا مو لحتى تتفقوا بالاول. خلص خلص، طالما هي ما عندنا شروط انا موافق. معني اسمع لك، تاخرنا على الغداء، شو بدك موتها من الجوع للمخدوقه؟ ما رح بقدر، انتوا سبقوني اخي، تغدوا ما تنتظروني، انا رح اروح هالمشوار الصغير وجهي. لو حكيت كنا اشترينا بطريقنا. هلا اتذكرت. اي طيب خلص خلص، فوت بلا ورد بلا بطيخ، فوت. ما قبل ما فوت، إذا زعلت لأني ماني شايب ورد، بس إلا لمرتك تحكي لها إنه سعيد هو اللي ما خلانا نطفي شي ورد. انطفي سهيل، بهدلتنا. شد حيلك لشو؟ تعال هون، شد حيلك. يلا فوت قدامي. شد حيلك شباب. يلا زميلي أنت شد حيلك. مرحبا. أهلين، ليش تأخرتوا؟ الحق علي، سهيل ما بيعرف البيت وانا تاخرت عليه. نهله صديقتي الحميمه وزميلتي بالشغل. سهيل صديقي الحميم وزميلي بالشغل. تشرفنا. قلنا الشرف. وين الغداء؟ جاهز جاهز، تعال ساعدني سهيل. يلا. علاء عند رامي وحسام طلع يغير جو، وسلوى بغرفتها. انت فهمتي يا رفيقتك انه سهيل موظف وحالته على قدها؟ فهمتها. شو قالت؟ شو بدها تقول يعني؟ هي ما لها مصدقه حدا يطلبها، حتى لو كان امي ما بيعرف لا يقرا ولا يكتب ما عندها مانع. بتعرف شو قالت لما حكيت لها على اخوك ابو زهير؟ شو قالت؟ قالت يا ريت صايره معي هاي القصه. ليش ما بتعرف انه ابو زهير قد ابوها؟ بتعرف، بس من قلة الرجال ما عادت فارقة معها. انت بتعرف انه نص المعلمين والمعلمات عنا بالمدرسة عزابية؟ والشغل عنا نفس الشيء. ان شاء الله تزبط، اذا ما زبطت هالمرة نهلة بدها تتعقد. لا تكلي هم، اذا سهيل ما زبط معها بجيب لها غيره. 100 عريس تحت ايدي انا وكلهم عزابية. هو بصراحة كنت بدي اعرفها على عصام، بس لقيت سهيل مستقتل عجواز، قلنا سهيل ابدا، عصام مو مستعجل. يلا ان شاء الله تزبط، اذا مشي حالها مع سهيل منجيب عفاف لعصام. هديك كمان بايرة مو ملاحظة جمانة انه عم نشتغل بمصلحة جديدة لهنا؟ يبعث لك. ايه
استاذ سهيل؟ يا نعم. احكي لي نكتة. نكتة؟ نكتة أنا مالي حافظ، بس إذا بتحبي نقرأ لك قصيدة. ليش تكتب شعر؟ إيه أنا مكتب شعر من نعومة أظفاري، بس بكتبه للمتعة الشخصية فقط. شو رأيك أقرأ لك قصيدة هيك حلوة ورومانسية وناعمة كثير؟ أقرأ لي. القصيدة بعنوان نقطة على آخر السطر. حلو العنوان. إسا القصيدة أحلى بكتير، اسمعيها. سأعود إلى غرفتي المظلمة، سأخلع ملابسي وجواربي وابتسامة العذبة، ثم سأخلع حروف اسمك عن عورة روحي المعذبة. أتدثر بغطاء وحدة القاسي، ثم أفتح بابي للريح، للأشجار، للموتى، للأحياء، للذباب، للكلاب، للقرود الثود، ثم أصفقه عندما تأتين في وجهك اللاذى وردي. ليش معقدة كل هالقد؟ هي القصيدة لأنه إجت بعد قصة حب فاشلة. مو كاتب غير هالقصيدة؟ ييه كاتب كتير. اسمعي، هي اسمها موعد. هاد لشوف. من الفصول ينقص الفصل الخامس، من السنة ينقص الشهر الثالث عشر، من الشهر ينقص اليوم الثاني والثلاثون، ومن اليوم تنقص الساعة الخامسة والعشرون، من الساعة ومن الدقيقة تنقص المساحة الواحدة والستون، هكذا كما ترين من الزمن ينقص الوقت الذي يجب أن نلتقي فيه. هي كمان بعد قصة حب فاشل؟ لا، هي كتبتها لوحدي كنت حبها وما كانت تضبط، بس لازلت لحد هلأ بحبها. وليش ما زبطت؟ متجوزة مع الأسف، ولهلأ مو عندها 4 أولاد وحامل بالخامس، إذا هلأ جوزها بيطلقها أو بيموت مستعد هلأ أتجوزها. أوف، كل هالقد بتحبها؟ ومستحيل حب وحدة تانية قد ما حبيتها. بتعرفي كل مرة بقارنها فيها بقول لحالي هي مرة، وميسة مرة اسمها ميسة. ميت السهيل، لا حس ولا خبر. حكيمني منهم، حكيمني بالأول. أكيد الأوتيل لأخي حسان؟ إيه نعم لأخوكي. أنا كنت مفكرة إنه ما عنده غير هال4-5 شاليات عم يرتزق منهم. إيه طلع بكل بلد عنده كذا شالي، بطرطوس، ببانياس، باللاذقية، براس البسيط، براس الخيمة، شو بيعرفني؟ ومنين جاب كل هالمصاري؟ رزق أبي ما بيكفي. ما بعرف، بلكي أخوك اللي بأميركا بعت له. يا أخي اللي بأميركا ما معه حق تذكرة يرجع. مو على أساس بيت الأمريكي أنتو. ستي الله يرزقه. يا الله يرزقه، أنا مالي زعلانة بس محتارة. لا تحتاري، هلأ خلينا نقوم نشوف الجماعة، وبعد الغداء لازم نتركهم شوي مشان نتقن المصلحة الجديدة تبعنا. إن شاء الله يكون مشي الحال. إن شاء الله. ما بعرف، كنت عم بقرأ للقصيدة الثالثة، ما لقيتها غير حملت حالها ومشي. لقصيدة شو؟ قصيدة زجل بعنوان لقاء مهوي، بالظاهر ما بعرف شو القصة، يعني بالظاهر هي ما بتحب مثلا الشعر المنثور وشعر التفعيلة. عفواً، أنا اللي حقعد معك. أنا آسف، بس مو هم منزل الآنسة افتكار؟ مظبوط، هون منزل الآنسة افتكار وأنا أمه. فرصة سعيدة، أنا الحقيقة كثير انشغل بالي على الآنسة افتكار، لأنه هي بالعادة ما بتتأخر عن شغلها وما بتغيب عن شغلها. لعب الفار بعمي وضربت أخماس بقداس، وأنت لحالي يا ترى روّي، أنت منين تنطفي؟ أنا آسف، أنا
اسف جدا بس يعني انشغل بالي امجي خير ان شاء الله ما في شغلات يعني هي تعبانه شوي بس ما في شيء بخوي الحمد لله بالاذن اي يلا فوق مدام معلش معلش اذا انا جيت بوقت غير مناسب فانا بعتذر كثير انا بس لانه انشغل بالي وحسبت حساب انه صباح الخير كنت صاير شيء انا خفت كثير انه طافى شو بك رح انادي لك طيب معلش انا برجع بعدين لا على قلبك وين رحت استريح هون هلا بنادي لك لك افتكار لك قومي قومي ما بدي ما بدي قومي لك قومي خبر صار للغاية قومي ما بدي ما بدي لك جايين يستفقدوكي من الشغل جايين يطمئنوا عليكي إذا المدير قولي له حرارتها مرتفعة مو المدير هذا واحد عندك بالمكتب سعيد قولي له ما بدي شوف خلقته لك مو سعيد هذا الاس الطويل سهيل إيه لا مين وين وين لك شو وين لك تعي لك شو وين رايحتي بروف النوم على عيوني معك حق معك حق مي اطلعي عادي معه يا بي ما طالع شيء البسه اشتغل اهلين وسهلين نورت إذا الوضع ما بيسمح إنها تستأمني خلص أنا ببقى برجع بعدين لأنه الوضع حساس كثير مش زي تعبانه أنا أساساً ما بدي أهرشكم مدام لا وضع بيسمح وبيسمح بس هي ما بدها تطلع قدامك حي الله حاكم أنت تقبرني مدلل إلك وضع خاص طبعاً أنا مدلل وإني وضع خاص أنا أصلاً زميلة بالشغل فوت 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 عود أهلين وسهلين فوت من المأهل أهلين وسهلين يعلم الله شرفته نورت شلونك ان شاء الله مبسوط بونفوار اهلين سهيل الحمد لله على سلامتك افتناء شغل بالنا عليكي وينك انتي وينك انتي عن جد بصراحه انا مو معقول انا كثير لانه نحن مو معودين عليكي انك تغيمي انشغل بالك علي سهيل طبعا انشغل بالي عليكي طبيعي لانه انتي بالنسبه لنا اول من يحضر واخر من يتغيب انتي بالنسبه لنا مثال نموذج الموظفه المثاليه الحتات النموذجيه انطفي انا رايح اشوف الطبخه واطفي تحتها بس راجعها انا راجعه شو ليش مو جايب الخطيبه معك خطيبي انا خطيبي ها ايه ايوه شو ما زبطي لك مو قصه ما زبطي طلعت معقده اتصوري بنص القعده حملت حالها ومشيت لا اح لا دستور اتصوري ما قالت خاطرك مع السلامه بصير هيك اف وليش هيك بقى ما بعرف علمي علمك بس انا كنت عم بقرا لها قصيده بنص القصيده حملت حالها ومشيت ما بعرف ليش هيك فجأة تكتب شعر سهيل؟ ايه انا بكتب شعر بكتب شعر بس شلون بدي اقول لك يعني شعر ومو شعر انا بكتب الشعر لمتعتي الاخ لمتعتي الاخ لمتعتي الاخ لمتعتي الشخصية مضبوط معك حق يعني فينك تقولي بفش خلقي بقراءة الشعر يسلم لي المتعدد المواهب ايه سهيل ليش ما قلت لي انا بحب الشعر كتير يعني اذا بتقرالي من هون للصبح ما بمل قول فش خلقك في الشو يعني انا ثناء بصراحة افتك يعني انا بصراحة ما بقرا شعر بالعادة يعني انا اشعاري ما بقراها بالعادة لكن انا يومتها من ذات قلت لحالي اقرا لها قصيدة بركي بتتقرب منك بتصير تحبك وقريت لها يعني انا اقرا لي الي اقرا لي الي طيب شعر حديث معليش لك ان شاء الله يكون جاهلي اقرا لي طيب رح اقرا لي قصيدة حديثة اسمعي من الفصول ينقص الفصل الخامس من السنة
ينقص الشهر الثالث عشر من الشهر، ينقص اليوم الثاني والثلاثون من الدقيقة ومن الساعة، ينقص الأخ، ينقص الأخ، ينقص الأخ، ينقص الوقت الذي يجب أن نلتقي فيه. إيه، شو ناوي تعمل هلأ سهيل؟ بدك تدور على واحدة تانية؟ خلاص بكفي، لو منا تشتي كانت أخ، كانت أخ، غيمت. مغيمة، مغيمة. شو قصدي؟ في وحدة بتحبك، إذا بتقرا لها شعر بتنبسط كتير. مين؟ ما بقدر قلك، لحالك لازم تعرف. أنا بعرفها شي؟ إيه بتعرفها، كل يوم وشك بوشها بالدائرة، بالطعميك يبرق بالعلامة، عرفتها ولا ما عرفتها؟ ما عندها شروط؟ لك ما عندها، ما عندها، ما لم صدق أنت تقلها، متى ما قلت لها رح يغط على قلبها وتوقع بأرضها، بس أنت قلها. إيه بكره لكن رح أخطبها، نشوف مزبوط مثل ما عم بتقولي ولا لا؟ عرفتها؟ لا ما عرفتها، بس أنا رح أمسك بنات الدائرة كلهم وحدة وحدة وأطلب إيدهم، إلا ما تطلع بعدين من بيناتهم بوشي هي اللي عم تحكي عنها. متقرب لعندها وتستحي؟ خلص، بدي طق شرش الحياة حتى لو صرت مسخرة. مو أول وحدة تقلك لا تتعقد، بتكفي للآخير بزمة وضميرها. ما رح أترك ولا وحدة. شوف سهيل، أنت بلش بالبنت اللي معرفتك فيها أكتر، اللي بتشوفك بتشوفها بتقلك الله يصبحك بالخير، بتقول لغيرك الله لا يصبحك بالخير، هيك بتكون مهمتك أسهل. يمكن أنا فهمت تلميحاتك. تلميحات شو؟ عرفت عن مين عم تحكي. عن مين؟ ما رح قلك، رح فاجئك بكرة بالدائرة. أنا ميزتي أني أنا بقرا ما بين السطور، مو تشوفيني هيك ساكت يعني مالي عرفان ومالي فهمان، إيش أنا أريان كل شي بين السطور. ولا هلا لك تاعة، ولا هلا أستاذ سهيل. هيك نقلتيني يا أختي، كنت عم ساوي مثل ما قلتيني. شو قلت لك؟ ريح. كنت عم روح على الموظفات وعم دور عليهم وحدة وحدة واسألهم إذا في شي وحدة بتأمل تتجوزني. إيه صحيح قلت لك، بس قلت لك تبلش من أول وحدة بتعرفها. من أول وحدة؟ على كل خلص ما عاد في داعي، لأنه سميرة طلعت أسوأ وحدة فيهم، تصوري قلت لها قامت صارت تتمسخر. ممتاز! أصلاً أنت شو بدك فيها؟ شعراتها مثل شوايات الدرة. شو ناوي تعمل هلا؟ خلص ما ناوي اعمل شيء، انتهى انتهى الموضوع. لا شو انتهى الموضوع؟ ما انتهى الموضوع. معقولة يا سهيل تيأس؟ ما لازم تيأس بنوب، هلا انت سألت كل الموظفات. خلص ما عاد في داعي اصلا اسأل، لانه ماجدة وافقت. وافقت؟ على اي اساس وافقت؟ وافقت على اساس انه انا قلت لها انه انا يا انسة ماجدة انا رجال عذابي وعم دور على الامرأة الاستثنائية مشان اتجوزها ويصير في بيناتنا خبز وملح وشركة حياة، بتوافقي يا ترى اذا انا تقدمت لك؟ قالت لي موافق. من غير ما تعرف عنها شيء؟ مو ضروري، بيجوز اذا عرفت عنها شيء بطي. لك 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 انت شو ما بتفهم؟ العمى افتكار. ليش سناء؟ سناء سناء سناء، ليش هيك عم تحكي معي؟ انت هيك قلتي لي ساوي. واذا قلت لك اول وحده بتقلك ايه خلاص، وين عزت نفسك وكبريائك والشمم تبعك؟ لك الوحده ما بتعرفها مثل العالم والخلق، بتقلها ايه دغري. يا ستي معنا وقت، بكره شوي شوي نتعرف على بعضنا. لك الواحد قبل ما يتخذ هيك قرار مصيري لازم يعرفها للمخلوقة يلي بده يرتبط فيها، يلي بده تصير أم ولاده. لك على الأقل تروح تزورها وتزورك تعرف أمها. أمها ميتة. هو علينا، أنت أكيد ما بتفهم، بدك الواحد يلقمك ياها بالمعلقة. افتناء فناء فناء فناء، وين رايحة؟ عشان من حمرة. طيب ما بدك تاخدي معي شنتاي؟ ما بدي. إن شاء الله ما يخموا الأسم يا خنات بقلب الشنتاين.